ولا تقربا هذه الشجرة، لم يقل الله هنا ولا تأكلا من هذه الشجرة، إنما نهاهما عن الاقتراب الذي هو أبلغ. وفي ذلك قاعدة سد الذرائع، الذريعة الشيء الموصل إلى الحرام، فمنعنا عن سلوك السبيل الموصل إلى الحرام، فسدت علينا السبل الموصلة إلى الحرام. لقاعدة سد الذرائع هذه أدلة كثيرة ربت على المئة دليل، وقد أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، تراجع في أعلام الموقعين وفي غيره، ورد ما يزيد على مئة دليل على قاعدة سد الذرائع. يذكر منها على سبيل البيان: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحتى لا يسب ربنا ننتهي عن سب آلهة المشركين. لا يسب أحدكم أباه، قالوا كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن أدلتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل المنافقين، أو لما عفوا طلب منه قتل أهل النفاق، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك كل كبيرة من الكبائر سدت السبل الموصلة إليها. الشرك سدت كل السبل الموصلة إليه، من تعظيم الأشخاص والمبالغة في الإطراء وبناء القبور على المساجد وغير ذلك. القتل كذلك، نهينا عن مقدمات السب والشتم والتباغض والتحاسد وحمل السلاح وشار السيف من الغند، كل ذلك، كل كبيرة سدت الذرائع الموصلة إليها.